بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد هذه الأزمة اللي كتعرف هذه الميونوغلوبين على المستوى الدولي ماشي كانت مقتصرة على المغرب فقط، ولكن كانت بمجرد وزارة الصحة ما عرفت بأنه كاين هذا الانقطاع على المستوى الدولي قامت بإجراءات استباقية ونشأت واحد الخلية ديال التدبير ديال هذا المشكل هذا، تدبير هذه الأزمة هذه، ولقينا الحمد لله اليوم كاين حلول اللي غادي تحاول تحل لنا المشكل تدريجيا على ما الامر يرجع للصيروره ديالو العاديه. ف بشراكه مع المجتمع المدني والمسؤولين في القطاع ديال وزاره الصحه ومع الموزعين اللي ديال هذه الماده هذه، من اليوم غادي تكون واحد الدوريه غادي تخرج باش تقنن وتحاول تعطي واحد الاولويات للناس اللي خصهم يستافدوا بحاله مستعجله، وغادي توصلوا من اليوم او من غدا ان شاء الله الصباح بالدواء ديالهم، وغادي يكون واحد المواكبه ديال هذا الامر هذا باش ما يكونش انقطاع لهذه المده الزمنيه كامله حتى نوصلوا ان شاء الله للحاله العاديه. كذلك كاين اتصالات على المستوى الدولي باش كذلك هذه الماده هذه تدخل للبلاد وما يكون حتى شي ضرر ان شاء الله عند المواطنين المحتاجين هذه الماده هذه. وشكرا. احنا اليوم موجودين في وزاره الصحه بدعوه من السيد وزير الصحه اللي شكل واحد اللجنة أزمة للتدبير هذا الدواء الإيمينوغلوبيلين والتأكد من أنه يصل إلى المرضى اللي محتاجين منه بطريقة مستعجلة. احنا جد فرحانين هنا في جمعية أباء وأولياء المرضى وحتى المرضى براسهم بهذا الاجتماع، لأنه الحمد لله تم توفير واحد الكمية مهمة اللي غادي ترسل الأماكن المستشفيات فين كيتعالجوا الوليدات وفي القطاع الخاص. الشكر الجزيل للأستاذ دكتور خالد أيد طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على هذه المبادرة وعلى رد الفعل القوي وعلى هذا التحرك الاستباقي اللي الحمد لله بالأوامر اللي أعطى على أنه غدا إن شاء الله في المستشفيات ديال المغرب وفي المصحات الخاصة غادي يكون الدواء متوفر للحالات المستعجلة في انتظار واحد إن شاء الله غادي يجي لجميع المرضى. شكراً.